هذا المنشور على كل عراقي شريف لا يعوره. شوف الكارثة، شوف الصناعة العراقية اللي مع الأسف مظلومة إعلاميا، بس باستطاعتهم ينشرون منشورات السلبية. هاي شركة أور بالناصرية تصنع الواير، تصنع الألمنيوم، الباب، الشباك من أحسن جودة بالعالم مع كل الأسف والله العظيم. والطامة الكبرى شنو؟ قايلين الوزارة الداخلية هسه حاليا مو ماكو لوحات مال سيارات بالعراق كله، قايلين لهم أسوي لكم اللوحتين بأربع دولارات، يعني بيش بخمس آلاف دينار. ليش ما موافقين؟ على كل عراقي شريف يشارك هذا المنشور. وراح أكمل المقطع الأخير. اليوم بشركة أور والله فرحنا، صناعة عراقية يعني أحسن الصناعات بالعالم. هاي ندور عليها، مثلا هذا عندك الواير مال البير بدل ما تجيبونه من برا، هذا عندكم وعراقي وبأيادي عراقية. وليش ما تشجعون الأيادي العراقية مثلا؟ ايش بيها هسه صارت مزينة؟ هاي هذا أنا من صرت اليوم أحسن نوعية هذا العراقي، هذا تنساه مدى الحياة. ليش يعني أنتم إلا خارج البلد ولا تسافر وتفيد الدولة الأجنبية؟ فيك بلدك، هاي الكبرة، هاي مال الاتصالات، هاي مال التوصيل من محولة المحولة، وكله أصلي وهذا نحاس، كله نحاس. هنا تجي لي أنا من يوم هذا، شوف هذا العروض كله متوفر وموجود. ويوم عندهم تصدير الكربلة تجي هاي اللفة السين، هاي طلع هذا عندهم متوفر، هذا يصدرون لوزارة الكهرباء. هاي المفروض تشجع، هاي عيادة عراقية المفروض تشجعها. ليش ظالمينها؟ ليش وين الإعلام؟ ليش تنشرون بس الشيء السلبي؟ وهاي إيجابيات ومحافظة ديقار، أشجع محافظته ومن غيرها جوا صناعات وعارضين على وزارة الداخلية. بالنسبة للوحات، العراق كله هسه ما بي لوحات. ليش تروح لألمانيا وتشتري الرقم بخمسمائة دولار؟ هاي عارضين عليه اللوحات الثانية بأربع دولارات، يعني بخمسة آلاف دينار.